بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. بشرى عظيمة بشرنا بيها المصطفى رسولنا الكريم، قال لنا أنا هكون أقرب جار في جنة الرحمن لكافل اليتيم، عشان كده قررت أكسب الثواب وكفلت طفل سميته إبراهيم، ربيته وسط ولادي وبناتي وعلمته زيهم أفضل تعليم، وأنا قررت أقسم أملاكي بين أولادي وخليته فرد منهم في التقسيم. يا ترى أنا عملت الصح ولا كده منعت عن ولادي نصيب إبراهيم؟ وهل كده أقع في التحريم؟ يمكن دي رسالة وحيرة وقع فيها مشاهدنا الكريم اللي كفل طفل من وهو صغير وسماه إبراهيم وعاش وسط أولاده كأنه واحد منهم وعاوز يورثه فيه زيه زي أولاده بالظبط. ومش بس كده، ده كمان عاوز يجوزه بنته الوحيدة رغم أن الولد نفسه قال له أنا مقدرش أشوفها غير إنها أختي وبس، لكن هو شايف إنه أحق واحد بيها وهو الوحيد اللي هيقدر يحافظ عليها. يمكن تفاصيل كتير في سؤالنا النهاردة وفي حكايتنا النهاردة اللي هنبدأ بيها حلقتنا مع فضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وعندنا كمان أسئلة تانية كتير حضراتكم بعتوها لنا على الصفحة الخاصة بينا على الفيسبوك صفحة قناة الحياة، هنجاوبها إن شاء الله مع فضيلة الشيخ عويضة.